FM. الكلمة ليك. يقولوا وصلنا حتى ال 11 و14 دقيقة ومرحبا بك أكرم ماك بحذانا ضيفة لطفي عبد الغفار ما زلت معنا حكيم الغربي التحق بينا زاد بالجيتار ومش نعملوا برشا موسيقى مع بعضنا وكانوا يعملوا في التصاور ده أكرم شحويل الحمد لله ميرسي أكرم ماك بليزير كي نجيك ولا مرحبا سام بليزير حتى احنا كنستقبلوك أكرم بحذانا في كابا فام يقول القائل علاش يعمل أكرم ماك بحذانا واحنا نختموا على الدراما اليوم نختموا على المسلسلات لأنه أكرم ماك عنده جينيريك مسلسل جينيريك سيرية اللي تعدت على الحوار التونسي دنيا أخرى السيرية اللي خدت سكسي كبير والتيتر خرج من قبل ما تخرج السيرية في الجينيريك وأكرم صيحت ساقه اليوم في الدراما بالجينيريك في انتظار يجي التمثيل اللي كان ثم إمكانية باش يكون سناف في التمثيل بعد شوية هذا كل مش نحكيه فيه مقبل أسامة عنده بورتري سبيسيال أكرم ماك أكرم ماك فنان قاعد يقدم خطوات كبيرة المسرح قرايته والموزيكا غرامه أكرم ماك تولد عام 77 في باب القواس منهم 24 سنة متغرب ومتعذب جاب موزيكته المختلفة ولهجته جديدة جماعة التونسي والتزيري في جملة واحدة فيها الشعبي والراب وكلامه فيه كل شيء وعنه شيء ما غاب أكرم ماك التو ما فهمنا علش كون كاتب الصداق مع الوتري ولا الراب كي يكتب غنياته ديما المغاربي في الذكر والفكر خدم مع كلاي بلتي عصام كاريكا وكثرة أسفار الماج وغنى المالوف وأنغام الصحراء والتاك تاك عنده عالم يعيش فيه لا يهمه للي بيه للي عليه يشطح وين يجي ومن كلمتين يعمل غناية ويحطها في بلاصتها الصحيحة مش اللي يجي خذ الفيزا مع منعم دي ام سي وعمل قبلها الاختار وغنى في فرنسا مع علي عبد الستار وقال له هيا تعالى ونطلعوا بريش الحمام من رقراقي لحسيبكم الله وانا ما عندي غير وجه الله انت تقول ناري على بلادي واليوم راهي محقورة بلادي مقهورة والناس تحكي على الكورة ودورة دورة ما فما كان الغورة وانا نقول لك رد بالك من الضرورة راهي بلادك يا تورة يا فورة واللي يستنى فيك في الدورة خلي التيران تاعك نظيف حتى في تورة بورة حلو جدا شنو رايك شكيف ناش كيف حلو كلام مسترسل كلام حلو فريمون جيم فريمون لطفي عبد الغفار مش طايح عليك سيد الشعر ما كانش عنده راهو الحكايه هذه كان يكتب في تيكست نورمال من اللي جيتنا انت اي وجمعني بعض جبنا السجع يعني وانا جيت انت بحذانا وقريت الشعر حط في قلبه ولا هكا قلبه وجعه قلبه وجعه ولا كل جمعه يبدع كل نهار يبدعنا مرحبا ولا قدمك في احسن تصوير هذول يلخص كل شيء اي جنبي حلو الكلام فريمون عجبتني لا مانيير لا فاسون كومو يلا بلاسي لي مو برافو ولا تنجم بها حكيم بعدين نجم نحنا حكيم نحنا ولا نمشيو ديريكت في اللايف غنيت جينيريك دنيا اخرى مع حكيم واكرمك سبحان الله مغير الحوالة بيت جيعان صبح سلطانة بنادم يدوان كيشوف المهلة يولي خوان ما يحكي الأمانة سبحان الله مغير الحوالة بيت جيعان صبح سلطانة بنادم يدوان يولي خوان ما يعطي الأمانة بالك تصب كلمالي هبلة تنسى حبابك بالك تصب كلمالي هبلة تنسى حبابك تتخذ زيت بهبلة الناس منك تكرهي تملة خليك راجل خليك فحل سبحان الله مغير الأحوال تبات جيعان أصبح سلطانة كيشوف الملاح يولي خوان ما يعطي الملاح سبحان الله سي سبحان الله سبحان الله هم غير الأحوال تباتي عن اصبح يا سيدي سلطانة يا سيدي سبحان الله هم غير الأحوال سبحان الله برافو 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 اول مره في اللايف غناء جينيريك دنيا اخرى الغناء اللي باش نخرجوا بها بعد في اخر الميسيون باش نسمعوها السيريه هذه وكيفاش جات الفكره باش اكرم ماك لقيناه يغني في جينيريك بتاع السيريه والله تم المقترح من شكون المقترح والله نشكر سامي نشكر نوفل الورتاني مهدي زاد اللي لا فاليدي لو تروك حتى دونك مهدي حتى الى دوموندي لي ديزاين كي لا دي فوالا جو بونس كو سو بروجي لي فاليد معاك الحمد لله معناها جيت للاستوديو دونك ديريكتومون فسروا لي ان تي بو لو كونسيبت نتاع السيري
دونك جي لي با فيزيوني لي فيديو وديريكتومون كتبت كتبت الكوبلي هذاك دونك وغنيناه. في قداش وقت كتبته الكوبلي؟ ما نصورش برشا وقت، نعرفك انت رابي 5 مينوت 5 مينوت اي اي مفتاح في دقيقه عرفتك في 5 دقائق. ايه خاطر خاطر الحكايه واضحه، الحكايه واضحه فهمتي. هذاك علاش بديت ديريكتومون سبحان الله مغير الاحوال معناها بيت بيت جيعان صباح سلطان اللي هي الحكايه، اللي هي الحكايه بنادم يدوان كيشوف المال اللي هو هذا اكزاكتومون اللي صار يولي خوان ما يعطي الموزيكا المهدي المولي، الموزيكا المهدي المولي اكزاكتومون. انا حطيت الفلو وحطيت الكلمات معناها اليوم اكرم ماك يخدم على اي موزيكا، اي مقترح نتاع موزيكا ينجم يادابتي الخدمه نتاعو والا يشرط، والا مهدي يخدم على قياس اكرم. نو اون فيت لافونتاج اللي عندي قول سي ان افونتاج معناها انا كيما نقول نعاود نقول راني جو كونسيدير با جو دي جامي كو شوي ان شونتور ولا ان اوتور ولا نعيش في هبله الحمد لله اوجوردي سا مارش ابارامون معناها اللي 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 عيط لي او كوك سوسوا دونك جو في مون ماكسيموم دونك انا ما عرفش نعمل لي شوز ا موتي او جو مو دون افون ولا ما نعملش الحاجه دونك واذا نحس حاجه تضيف لي دونك افيك ان غون بليزير. بالنسبه للبروبوزيسيون تاع تاع سيري سيتي فريمون كلكو شوز دو جينيال بور موا سي بروميير اكسبيريونس جو ريميرسي نشكرهم على الكونفيونس وان شاء الله يا ربي تتواصل التجربه تتواصل. اسمعنا بيك باش تمثل السنان بعد ما ريناش التمثيل ابارامون دونك احنا سيري ديجا انت في بالك بيه ونا ديجا خدمنا زوز حلقات حلقتين مع محمد علي المهدي وكان مش يتبث في الحوار التونسي ومن بعد ما للاسف ما عنديش صارت الحكايات احنا بيدنا ما نعرفوش شنو اللي صار بالضبط دونك سكيل باري جو مسوي في كونتاكتي باغ دالي دونك المشروع تشريه من قناه التاسعه اوفيسيال ودونك نورمالمون نرجع نصوروا اخر للعام الجاي والا الوسط العام مش يبدلوا سيستيم. انا فرحان لخاطر ما عادش نشوفوا الدراما كان في رمضان في تري بيان مش نشوفوا سيري في وسط العام حاجه حلوه في وسط العام وان شاء الله السيري هذه ولات سي بارتي سور دو سيزون دونك يبقى يبقى بروميير سيزون دوزيام سيزون تري تري بيان حلوه ياسر الفكره هذه. لطفي عبد الغفار تعرفوا اكرم ماك؟ نعرفه شوف انا اول مره ريته في التلفزه ويغني ودرا شنو وكذا قلت له انا حاجه جديده درا شنو هذه يلزمني شويه وقت باش نبدا نهضم الحكايه ودرا شنو معناها انا قديم شويه معناتها هاك وحدك وحدك قلت انا ما حبيتش نقول لك لا ماك تغمز من غادي انا قديم خل نقولها يا اخي معنا قديم شويه ما شنو قديم شويه عبد محمد عبد الوهاب ودرا شنو وكذا لكن انا اهوى الريجي نحب الريجي نحب البلوز نحب الجاز جونا القديم وكذا ولما نشوف الراي ونشوف ما قاعد يتعمل توا مش بعيد على مش بعيد على الهبلات القديمه مش بعيد على الجو القديم هذاك ايه. من بعد قلت تيان والله وهكاك قاعد في الدار يوم حلاه هذا قالت لي ورتي مش مره اخرى قلت لي قلت لها مازلت ما فهمتوش وكاو سي تري سامبل. من بعد وقت اللي شفت حاجات اخرى وشفتك تغني وشفت حضورك سير بلاتو وك الروح الخفيفه قلت لها يوم حلاه هذا يا معلم هذا قالت لي بكر مره اخرى قلت يا غالي ما فهمتوش مره اخرى تو فهمت واش تحبني بسيط سبحان الله سبحان الله تغير بحريه اما بالحق سبحان الله. اكرم تتفرج في التلفزه؟ والله لا في رمضان ما صدقني عندي مش انا في التلفزه ديجا فما حاجه ضيعت تيليكوموند نو مشكله ما نتفرجش في الفوت باريكزوم مش مغلوب الفوت جمله خمسه وخميس عليك هذاك علاش مال انا نحبك فوالا حاجه من الحاجات والتلفزه نتفرج كان تبدا مثلا دي جيميسيون معناها بوليتيك ولا دي روبورتاج باريكزوم حاجه فوالا حكيم تتفرج في التلفزه؟ معناها فما برامج ثقافيه اللي تعنى بالثقافه بالشباب اللي تنبحر نحكي على تلفزه رمضان تتفرج في المسلسلات سيبو حكيم الغربي حكيم الغربي عامل كليماتيزور في الدار ما يخدمش عنده اربع سنين قلت له علاش قال لي غالي جاز غالي عامله على الزينه ابا دينار كيف عامل فيها اخويا حكيم تتفرج في المسلسلات تتفرج في الاعمال الدراميه تبعت شنو هما الحاجات اللي تتفرج فيهم بليش في القهوه سيت كوم بطبيعه دنيا اخرى دنيا اخرى بحكم في اكرم صديق في اكرم رغم اللي عامل فيك اي هو عامل في ياسر لكن ديما تبقى الاخوه اللي تمتد على سنوات معناها سنين التالي 17 سنه برسك 10 واول مجموعه غجر في تونس عملناها انا واكرم لكن وقتها مشى لفرنسا ورجع لكن الحلم باقي مستمر معناها امتداد الحلم كملناه من بعد واليوم تبارك الله برشا خدمه مع بعضكم الحمد لله وشنو حاجات الاخرين تفرج فيهم بالاعمال التونسيه اخرى تبعت ولاد مفيد ولاد مفيد زاد جلبني زاد كيف معناها خاصه في الحلقات الاخرانيين ولا اكثر موضوع معناها مشوق بوليسي اكثر معناها عجبتني ياسر الحلقات الاخرانيين سيري الاخرين شفت بوليس ريتش بوليس مثلا لا بوليس لا بوليس لا ورده وكتاب لا والله ورده وكتاب الرئيس
برشا اعمال عندك ما تشوف معناها جايك اليوتيوب توا بعد بعد السهريات في الصيف تروح الصباح لليوتيوب الانترنت بالفلوس سيب الانترنت لا قلت له يعجبني حكيم مثلا حكيم يتكلم مع الجيتار مثلا يقول لك والله نتفرج تانا اسمع وعد الحر يدين انا قلت له سيب يزي من جمعان الفلوس يا حكيم يزي من جمعان الفلوس المال 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 يكثر يخلف الهبال المال يا حكيم كي يكثر يخلف الهبال علاش تلم دينار ورا دينار الكونت معبي خرس صدقارك عملت العار هبل عالمية والله هبل عالمية مع أكرم ماك أنا كل مرة نجيب أكرم ماك للميسيون تاعي الكونديكتور كل يدقدق ما عادش عندي كونديكتور ما عادش عندي حد شيء عندنا كان الامبروفيزاسيون نرجع معك لطفي عبد الغفار قصينا بكري قبل ما نخرجوا للغناية متاع أكرم ماك نحكيه على بقية السيري نحكيه على بوليس تفرج فيها بوليس تفرج مش في الكل ما تفرجت في تفرج في مجه حلوة تفرجت في كرياسيون حلوة على مستوى سيناريو جماعي زاد شفت حاجة أخرى اللي تحسها ثم كان مش نشبهها بحال تفرجنا في الفيلم تاع الكوباي احنا قبل برشا وكل يبدو محصول كلوندسود ويبداو برشا يعني حسن محصورين هكا في انتوري بك الواحد اي تو دانكو يضرب هكا فرد الناس كل تتفرد على مستوى ديريكسيون داكتور الناس الكل مفرد هكاك وكل واحد جابت سرعاته وحده الرئيس تفرج فيه الرئيس الرئيس تفرجت في شويه منها ما جميل نزار صاحبي ما نحبش نقول حد شيء ولا واضح إجابة لومبوتياج وي لومبوتياج كل ليلة نتفرج فيها شنو رايك فيه عجبتني عجبتني الممثلة عجبتني شاكر رماح ريم وقت صورها غادي نسيبتي العزيز ما تفرجش فيه بكل ما تفرجش فيه بكل على خاطر تفرج فيه عمناول وتعمناولين وتنزيد وسناي واللي برش علي ولا أكرم ماك احنا احنا مع فاطمة طرابلسية أول مرة على راديو كابا فيم بعد الأخبار مش نرجع نحكيوا عليها المغامرة هذه أكرم ماك نسمعوا أكرم ماك فاطمة طرابلسية راجعين بعد الأخبار مع جمال فرح يلا كابا فيم الكلمة ليك